أكثر من نص مليون شخص بيختفي بأمريكا كل سنة، متخيلين هذا الرقم؟ مرحبا، كيفكم جميعاً؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. شكراً مرارة تكران على الدعم، صراحة ما قصرتوا يا جماعة، شكراً كتير. لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك بنهاية الفيديو، وهلأ خلينا نشوف شو القصتين يلي معانا لليوم. أدريان ساليناس، صبية عمرها 19 سنة، ولدت وعاشت بفينيكس بأريزونا. سنة 2013 بعد ما تخرجت من المدرسة الثانوية انتقلت من بيت أهلها لتعيش هي واثنين من أصدقاء المقربين يلي اسمهم ريبيكا وأليكس بشقة جنب الجامعة يلي رح يدرسوا فيها. أدريان بتعرف ريبيكا وأليكس لما كانت بالصف السادس، ومن هديك اللحظة الاثنين أو الثلاثة كلهم كانوا أصدقاء مقربين. أدريان بنت لطيفة بتضحك على طول، وبتقدروا تشوفوا هذا الشيء بالصور اللي أنا رح أعرض لكم إياها. هي البنت متفائلة والكل بحبها لأنه عندها طاقة إيجابية. أما بالنسبة لحبيبها لأدريان اسمه فرانسيسكو، هي وياه تعرفوا على بعض لما كان عمره 12 سنة، يعني الاثنين بلشوا يحبوا بعض من هنن وصغار، وكانوا كتير متعلقين ببعض وعلاقتهم كانت جدا مستقرة، وكل الناس بيعرفوا انهن على علاقة مع بعض. هلأ أدريان بنت طموحة جدا، يعني هي مقررة انه بس تخلص مدرسة الثانوية رح تفوت على الجامعة، طبعا جامعة أريزونا، علشان تصير صحفية جدا مشهورة. بالرغم من انه أدريان بهذيك اللحظة كانت بعيدة كتير عن أهلها، بس علاقتها بأبوها كانت جدا متينة من وقت لما كانت صغيرة، وخصوصا بهذيك الفترة لأنه إمها وأبوها انفصلوا عن بعض. فتربت هي وأخوها مع أبوها واللي كان شخص جدا حنون وبيحبهم وعلمهم نشاطات كتير. أدريان بعد ما كبرت انتقلت على بيت لحالة مثل ما قلت لكم جنب الجامعة، وعلاقتها ضلت بأبوها مثل ما هي ما تغيرت، يعني كل يوم كانوا يحكوا مع بعض وعلى طول هو كان خايف عليها، حتى انه ابوها كان دائما يطلب منها انه تتاكد اذا الابواب مسكره ومقفله منيح، لانه هي بالعاده بتسكر الباب بس ما بتقفلهم، حتى انه كل فتره والتانيه بيروح لعندها على الشقه علشان يطمن عليها شو بدها شو بتحتاج، وبعدين بتركها وبيرجع على بيته وعلى شغله. أدريان لما انتقلت هي ورفقاتها على هي الشقة، طبعا كل فترة والتانية كانوا يعملوا حفلة، حفلة كانت جدا طبيعية، يعزموا رفقاتهم ويقعدوا كلهم مع بعض ويتسامروا. يلي صار انه بتاريخ 14 يونيو سنة 2013 أدريان ورفقاتها، طبعا اللي هن ريبيكا وأليس، قرروا انهم يعملوا حفلة. طبعا وين الحفلة حتكون؟ بالشقة اللي هن ساكنين فيها. وفعلا الحفلة بلشت، اجوا رفقاتهم لعندهم وبلشت الضجة. هلا أدريان ما كانت مبسوطة بالحفلة، يعني كانت مبسوطة بس ببداية الحفلة، بس بنص الحفلة هيك حست انه في كتير فوضى، فقررت انه تفوت على غرفتها. هلا وحدة من رفقاتها انتبهت انه أدريان فاتت على غرفتها وطولت، يعني حست انه هاي البنت يا تعبانة يا فيها شيء، فراحت لعندها على الغرفة قالت لها أدريان انت ليش ما عم تيجي تحتفلي معانا؟ فأدريان قالت لها في كتير ضوجة برا وانا ما بستحمل هذا الشيء. وفعلا الحفلة كانت جدا صاخبة، الشباب اللي كانوا موجودين بالحفلة خربوا البيت، حتى انه في واحد منهم كسر التلفزيون. هلأ البنات أو الشباب ما كانوا متعودين على هذا الجو من الحفلات، بس الظاهر إنه شربوا كتير فما عادوا يعرفوا هنن شو قاعدين عم بيعملوا. بهي الليلة كمان أدريان كانت متخانقة مع حبيبة لأنه كانت غيرانة عليه وشاكة فيه إنه هو عم بيخونها. الحفلة خلصت وش الصبح تقريبا، يعني تاني يوم اللي هو حيكون يوم السبت، لما فاقوا البنات، طبعا البنات اللي ساكنين بالشقة كان في عندهم تنظيف، لأنه طبعا كل الناس اللي كانت موجودة تركوا كل شي وراهم وراحوا على بيوتهم. لما فاقت ريبيكا وأليكس بلشوا يضبوا الشقة شوي شوي، طبعا الاثنين انتبهوا انه وين أدريان، خليها تيجي تساعدنا. دوروا عليها بهي الغرفة بهي الغرفة بالحمام بالمطبخ وين ما بدكن، ما لقوا لأي أثر.
الحفلة وأخذت بس معها تليفونها. لما الشرطة بحثوا بالغرفة اللي هي بتنام فيها لقوا مفاتيح سيارتها ومحفظتها كمان. الغريب إنه محفظتها لازم تكون معاها لأنه كل شيء شخصي موجود فيها ومن ضمنهم المصاري كمان، يعني هي كيف طلعت برات البيت بدون هاي الأشياء المهمة؟ يلي ما كان طبيعي أكتر إنه مفتاح سيارتها كان موجود بالغرفة بس سيارتها مو موجودة جنب شقتها. باليوم اللي اختفت فيه أدريان الشرطة إجاهن اتصال من رجل. هذا الرجل قال إنه أنا شفت سيارة بيضة نفس نوعية سيارة أدريان يلي كان بقلب هاي السيارة ضرب الرصيف. فالرجل هاد لما راح قرب على السيارة علشان يتطمن اللي جوات السيارة لساته منيح ولا لا، لسه ما لحق يوصل على السيارة ما شاف غير السيارة تحركت بشكل مجنون وبعدت عنه. بس لحسن الحظ انه هذا الرجل لحق يكتب رقم السيارة وعطاهن للشرطة. بعدين الشرطة قدرت تعرف انه فعلا هاي السيارة سيارة أدريان. السيارة عم تتحرك، عم تروح يمين، عم تروح يسار، عم تضرب بالرصيف، والمفتاح موجود جوات غرفة أدريان الموجود بالشقة. كيف هيك صار؟ أبوها لأدريان لما عرف طبعا انه بنته مختفية راح على شقتها فورا عشان يشوف أصحابها وكمان لحتى يدور. هي سيارة بنته. السيارة لقاها بالشارع جنب شقة أدريان. طبعا السيارة كانت فاضية ما فيها أي حدا. وضع السيارة كان سيء نوعا ما، والواضح إنه السيارة عاملة حادث. بس الشرطة لما إجوا وفتشوا السيارة ما لقوا أي أثر للدم أو أثر للسرقة، وما كان في شيء مشبوه. بس الشيء المشبوه هو الحادث اللي صاير بهي السيارة. الشرطة لما شافوا سيارتها قريبة من البيت قالوا أكيد هي يلي عملت الحادث، بعدين تركت السيارة ورجعت على البيت مشي، غيرت ثيابها وبعدين أخذت جوالها وتركت محفظتها وتركت مفتاح السيارة بالغرفة وطلعت. الشرطة طبعا ما قدرت توصل لموقع تليفون أدريان، بس عملوا كشف على بيانات التليفون، طلع إنها اتصلت بحبيبها فرانسيسكو أكثر من 40 مرة بعد الساعة 3 الصبح. وآخر شي بعتت له إياه هي رسالة
كانت كاتبة فيها إنه أنا رح أجي لعندك. لما الشرطة بلشت تستجوب فرانسيسكو قال هون صحيح، يلي صار بالحفلة إنه أنا شفت وحدة وقعدت حكيت معاها، فهي أدريان فكرتني إنه أنا معجب بهاي البنت أو مغرم فيها أو إني عم بخونها، ففجأة عصبت علي فبدأنا نتخانق أنا وياها، وبعدين شفنا إنه حوالينا في كتير ناس عم تصرخ والحفلة كانت جدا صاخبة، ما قدرنا نتفاهم أنا وياها، فقررنا إنه نروح على مكان تاني علشان نتفاهم. ففرانسيسكو اقترح عليها إنه خلينا نروح على بيتي علشان نتفاهم برواء، وبالفعل راحوا لهناك حوالي الساعة 2:42 دقيقة الصبح. بس بالبيت رجعوا تخانقوا كمان مرة على نفس هذا الموضوع. أدريان بعدين طلعت من البيت بسرعة جدا رهيبة بدون ما تقله لفرانسيسكو إنه أنا طالعة من البيت، هو لأنه كان بهديك اللحظات كان بالمطبخ، فلما طلع شافها إنه هي مالها موجودة فورا طلع من البيت، ركب السيارة دور عليها حوالين البيت، وبعد ما دور عليها وداها على البيت حوالي الساعة 3:15 الصبح، وبعدين هو رجع على بيته علشان ينام، وهذا كل اللي صار. ولما كان هو نايم جواله طبعا كان صامت، هون أدريان اتصلت فيه أكثر من 40 مرة وبعدين بعتت له الرسالة، بس هو طبعا ما شاف الرسالة ولا شاف الاتصالات لأنه كان نايم، يعني كل شيء شافه كان تاني يوم الصبح. الشرطة صدقوا كلام فرانسيسكو والواضح انه كان جدا متعاون معهن، وكمان مبين عليه انه هو كتير خايف على أدريان اللي هي حبيبته، بس بنفس الوقت ما كان مستبعد من قائمة المشتبه فيهن. لما الشرطة شافوا آخر المكالمات والرسائل اللي كانت عاملتهم أدريان، كان آخر اتصال الساعة 5:45 الصبح. هذا الاتصال كان لشركة سيارات للتكاسي، صاحب هي الشركة اسمه توماس سيمون وابنه اسمه توماس جونيور. جونيور هاد أو توماس جونيور بيشتغل سائق بالشركة، والمحقق هون قرر يحكي مع الأب ومع ابنه، بس هذا المحقق قرر انه يتصل فيهن اتصال جماعي لانه الاب كان بالمكتب والابن كان عم بيوصل طلب. المحقق بلش يسألهن عن أدريان، هون توماس جونيور قال له فعلا هي اتصلت على الشركة وطلبت تاكسي وهو راح لحتى ياخدها من قدام المحطة. طبعا هي كانت عم تستناه من قدام هي المحطة، بس هو لما راح لهناك ما لقاها، استنى شوي شافها انه هي ما اجت، فهو ترك المحطة ورجع عشان يكمل شغله. ما في حدا بعدين تحرك، بس بعد ما المحقق سكر المكالمة طبعا من توماس جونيور ومن أبوه، وصل اتصال للشرطة من امرأة. هاي الامرأة قالت انه توماس كان عم بيوصلها لما المحقق اتصل فيه، وسمعت من خلال المكالمة او من خلال الحوار انه في بنت مختفية والمحقق عم بيسأل عنها. خلال هاي المكالمة شافت انه توماس كان كتير متوتر وخايف، بعد ما سكر المكالمة فجأة وقف السيارة هيك على جنب وطلع شيء من الصندوق، ومبين هذا الشيء اللي طلعه هو منشار، وبعدين رجع على السيارة وكمل طريقه ووصل هي الامرأة. وهي مجرد ما وصلت على الموقع اللي بدها اياه فورا اتصلت بالمحقق. طبعا المحقق بعد ما سمع هذا الكلام الخطير قرر انه يستدعي توماس جونيور على قسم الشرطة علشان يحقق معه. بهذا التوقيت كان بعد 5 أيام من اختفاء أدريان. أول شيء توماس كان كتير مرتاح على وضعه، متعاون مع الشرطة وسمح للشرطة يفتشوا بيته سيارته، بس لما فتشوهن شافوا إنه ما في شيء غريب. بس فجأة توماس بنص التحقيق بطل متعاون مع المحقق، عصب كتير وبلش يحكي بطريقة مو حلوة. هون المحقق لما شافه تغير قال لك خلص بدي أعمل له اختبار كشف الكذب، أكيد هو الفاعل، بس هون توماس رفض إنه يعمل هذا الاختبار. طبيعي أي حدا بيرفض إنه يعمل هذا الاختبار بينشك بأمره، بس ما قدروا يجبروه على هذا الشيء طالما ما في دليل ضده. أهل أدريان وأصدقائه بهداك الوقت كانوا عم بينشروا صوره بكل مكان، عرضوا مكافأة مادية على أي شخص بيقدر يوصلهم معلومات
جدا دقيقة عنها. بس الشيء الغريب يلي وصلهم لأدريان بالآخر ما كان شخص، كانت عاصفة ممطرة. يلي صار إنه بعد 5 أسابيع من اختفاء أدريان اجت عاصفة ممطرة سببت الفيضانات الهائلة بجبل بمنطقة اسمها تيمبي. هاي العاصفة طلعت أشياء كتير غريبة تحت الأرض، وأول شي طلعته هاي العاصفة هي جثة أدريان. 6 أغسطس وصل للشرطة اتصال من قسم الشرطة الخاص بمنطقة تيمبي، خبروهم بوجود جثة. بعد فحص هاي الجثة اتأكدوا انه فعلا هاي جثة أدريان، والمتوقع انه هاي الجثة كانت مدفونة بشكل جزئي على الجبل، والمطر القوي هو يلي سحبها لتحت، ولأنه مرق وقت جدا طويل على وفاتها ما قدروا يحددوا سبب الوفاة. بس الواضح انه أدريان انقتلت، لأنه المنطقة يلي لقوها فيها كانت بتبعد 35 ميل عن بيتها، ومستحيل تقدر تروح على هاي المنطقة بدون سيارتها، وعلى الأغلب انه في شخص أخذها من هناك قتلها وهو يلي حطها بهديك المنطقة. وبنفس الوقت الشرطة ما كانوا قادرين يحددوا أي معلومة، لأنه ما كان في أدلة واضحة وما في أي تطور من بعد هاي الحادثة بهاي القضية. مرقت سنة سنتين، بشهر فبراير سنة 2015 الشرطة إجاهم اتصال من شخص اسمه كي. كي ادعى انه هو صديق واحد اسمه براين ميلر. كي خبر الشرطة انه براين الملقب بصياد الزومبي ممكن يكون هو يلي قتل أدريان. كيف عرف كي انه براين ممكن هو اللي قتل أدريان؟ هلأ الاثنين التقوا ب 2010 بحفلة. براين شخص مميز جدا، بضحك كتير، قريب من القلب، ومعروف باسم صياد الزومبي، حتى كان يتنكر ويعمل جلسات تصوير جدا غريبة. هاي الجلسات التصويرية الغريبة اللي كان يعملها كان يعملها بنفس المنطقة يلي لقوا فيها جثة أدريان، وحتى سيارته كان شكلها غريب تشبه سيارات الشرطة. وبهديك الفترة كي وبراين كانوا جدا أصحاب مقربين من بعض، بس للأسف انتهت هاي العلاقة سنة 2015. ليش انتهت هاي العلاقة؟ لأنه تم القبض على براين بجريمتين قتل. الجريمة الأولى اللي هو سواها إنه قتل بنت اسمها أنجيلا عمرها 22 سنة. الجريمة الثانية اللي هو سواها قتل فكي لما شاف انه صديقه مجرم، انا كيف بدي رافق هذا الانسان الخطير؟ اكيد بيوم ما راح يقتلني، فاحسن لي اني بعد عنه. سنة 92 انجيلا اختفت فجأة، وتم العثور على جثتها بمجرى للمياه. لما لقوا جثة انجيلا كان الرأس مفصول عن الجسم، وكانت مقتولة بشكل جدا بشع. وبعد شهر تم العثور على جثة ميلاني بنفس المجرى. الحمض النووي اللي لقوه على الجثتين كان لنفس الشخص، بس بوقت الشرطة ما قدروا يحددوا مين صاحب الحمض النووي أو الدي ان اي. بس بعد 20 سنة من وقوع هاي الجريمتين اتوصلوا لصاحب الدي ان اي، وصاحب الدي ان اي طلع براين. فلهيك ب 13 يناير سنة 2015 الشرطة ألقت القبض على براين يلي كان عمره بهداك الوقت 42 سنة. فكي بشهر فبراير خبر الشرطة انه انا شاكك برفيقي لانه قتل 2، فاكيد كمان هو قتل أدريان. المحقق قال له ممكن كلامك يكون صحيح، بس ما في شي بيدينه لرفيقك براين، بدي شي يكون فعلا حقيقي او دليل قطعي. هون كي قال له أدريان تسكن بنفس المنطقة يلي هو ساكن فيها، وأدريان بتشبه أخته كتير. فهو ربط هي الجرائم ببعض، لأنه البنتين يلي قتلهن براين كمان كانوا صبايا صغار بنفس عمر أدريان تقريبا، وكمان هي ساكنة بنفس منطقته. فهون كي قال له الشيء اللي خلاني إني أنا أتأكد أكتر وأكتر إنه براين ممكن يكون هو يلي قتل أدريان، لأنه بنفس هديك الليلة
كان براين موجود بهديك المنطقة. وكي بنهاية التحقيق قال له للمحقق إنه فوت على صفحة براين على صفحة الفيسبوك الخاصة فيه لحتى تتأكد من بعض المعلومات. لما المحقق فات على الفيسبوك وتحديداً على صفحة براين، تبين إنه بالمرحلة الأخيرة اللي كان عايش فيها براين كان كتير معصب مكتئب وكان عم بفرغ غضبه على السوشيال ميديا. تعليقاته للناس كمان كانت جداً عدوانية خصوصاً تجاه النساء والعلاقات العاطفية كمان. طبعاً بهديك الفترة كانت أدريان مختفية. ب 15 يونيو سنة 2013، يعني بنفس اليوم اللي اختفت فيه أدريان وبنفس الوقت كمان اللي طلبت فيه التاكسي، براين كان عم بيعمل جولة بدراجته النارية بنفس المنطقة. هلأ بهذا اليوم براين كان عارض على رفقاته إنه تعالوا نتمشى شوي بالشوارع، اركبوا معاي، بس ما حدا من رفقاته رضي إنه يطلع معه، يعني اللي قال أنا مشغول، يلي قال أنا مو جاي عبالي. طبعا بهديك اللحظة براين نزل بوست على الفيسبوك وكان كاتب فيه إنه أنا عم بتمشى حوالين المكان اللي أنا ساكن فيه بس ما حدا من رفقاتي رضي يطلع معي لأنهم كسلانين. فكل هاي الأدلة يلي بتخلينا نشك إنه ممكن يكون براين التقى بأدريان بهديك الليلة واحتمال كتير كبير يكون هو يلي قتله، خصوصاً إنه براين كان على معرفة واسعة بالمنطقة يلي التقت فيها جثة أدريان. بعطلة نهاية الأسبوع اللي اختفت فيها أدريان، براين كان معزوم على حفلة شوي بنفس المنطقة. بس قبل التحقيق مع براين بقضية أدريان، تم التحقيق معه بقضية قتل البنتين، وبراين هون أنكر إنه إله علاقة بأي جريمة منهن، وخبر المحققين إنه هو ما بيعرف كيف حمض النووي موجود على هي الجثتين. لما براين اعتقل، الشرطة راحوا على بيته ليفتشوه عشان كمان يلاقوا أي دليل أكيد هو قتل أدريان بس ما بده يعترف. دوروا أكثر من مرة بالبيت بس ما لقوا أي شيء بدينه. بعد اعتقال براين وإدانته بجريمتين القتل، تم الاشتباه فيه كمان بجريمة قتل بنت صغيرة اسمها براندي عمرها 13 سنة، وهي البنت كانت من ذو الاحتياجات الخاصة. كيف اختفت هي البنت؟ ب 26 مايو سنة 92، براندي كانت طالعة من الحي يلي هي كانت ساكنة فيه لحتى تبيع الكتب، وبلشت تدق على أبواب الجيران عشان تشوف إذا بدهم يشتروا الكتب يلي معاها أو لا. هلأ هي لما كانت عم تدق أبواب الجيران، إختها كانت واقفة من شباك البيت عم تراقب تحركاتها. بيتهم كمان موجود بفينيكس. الأخت كانت عم تشوف إختها وهي عم تدق الأبواب، فجأة ما عادت تشوف إختها، بلشت تطلع من الشباك يمين يسار فوق تحت تشوف وين إختها ممكن تكون راحت، بس ما في إلى أي أثر. آخر شي بتتذكره أخت براندي إنه شافت براندي عم تدق على الباب الأول للجيران، طبعا هدول الجيران كانوا مقابل باب بيتهم. فهون براندي عرضت عليها الكتب وبعدين دقت على الشقة يلي بعد. هي الشقة كان شقة براين اللي كان ساكن فيها، طبعا كان ساكن فيها هو وزوجته، بس باب الشقة أو شقته كانت شوي بعيدة عن أخت براندي يلي كانت عم تشوفها. فلهيك هي ما قدرت تعرف إذا أختها فاتت لجوات البيت ولا راحت على مكان تاني، وقالت له للشرطة هون آخر مرة بشوف أختي ومن بعدها أختي اختفت. يلي خلى الشرطة تتأكد أكتر وأكتر إنه براين هو المسؤول عن اختفاء هاي البنت، هو إنه بعد ما تم اعتقال براين إجت زوجته السابقة، ولما بتيجي الزوجة السابقة الله يستر من الأسرار يلي رح تطلع. إجت على قسم الشرطة وخبرت إنه براين قال لها أنا استدرجت بنت من ذو الاحتياجات الخاصة على البيت حتى ماتت، بعدين قصتها حطيتهم بكياس سودا ورميتها بالزبالة. بهداك الوقت مرته كانت عايشة معه، يعني لسه ما كانوا منفصلين عن بعض، كانت كتير بتخاف منه فما قدرت تخبر الشرطة، بس لما عرفت انه خلص هو موجود بالسجن اجتها الجرأة انها تروح تبلغ عنه. بس للأسف بعد ما مرقوا أكتر من سنة على اختفاء لبراندي وما في عندهم أي دليل ملموس انه براين ممكن يكون هو المسؤول عن اختفائه، فالشرطة ما قدروا يثبتوا أي شيء عليه، وهو كمان أنكر تماماً كل الكلام اللي قالته زوجته. وكمان جريمة أدريان، يعني الشرطة ما قدروا يلاقوا أي دليل ملموس إنه براين ممكن يكون هو يلي قتله، وكمان ما في أي دليل
بخليهم يتأكدوا إنه أشخاص تانيين، يعني ممكن ما يكون براين، ممكن يكون شخص تاني مثلا حبيبة لأدريان اللي هو فرانسيسكو، أو سائق التاكسي اللي اسمه توماس أو توماس جونيور. يعني ما في أي دليل بيدين أي حدا من هدول الأشخاص. بس للأسف الشرطة لحد يومنا هاد ما قدروا يوصلوا للفاعل. براين تمت إدانته بس بجريمتين قتل البنتين اللي هن أنجيلا وميلاني، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. هلأ أهل أدريان وأهل براندي ليومنا هاد ما عندهم أي فكرة مين ممكن يكون القاتل، بس على أمل إنه يوما ما يعرفوا مين القاتل وتتحقق العدالة. بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2012 اتصل جورج تيافي بقسم الشرطة الموجودة بلاس فيغاس نيفادا. جورج اتصل ليبلغ انه لقى مرته شونا مقتولة بالبيت. لما وصل المحقق والشرطة، طبعا المحقق اسمه دان، لما وصل على مسرح الجريمة شاف شونا متعرضة للضرب على راسها بآلة حادة، الظاهر انه هاي الآلة حادة كانت المطرقة. ما في إشارة لكسر أو خلع باب، ما في أي إشارة كمان للسرقة، يعني هلأ المشتبه فيه معناته بهي القضية هو جورج، يعني زوجة لشونا. محقق دان فوراً ما ضيع وقت واستجوب جورج. أول سؤال سأله لجورج إنه من إمتى متزوج شونا؟ فهون جورج جاوب إنه إحنا متزوجين مدة 6 سنين. طيب كيف علاقتك بزوجتك بالفترة الأخيرة؟ فهون جورج قال إنه إحنا منفصلين من حوالي 5 شهور. فيني أعرف ليش انفصلتوا؟ هون جورج قال له إنه أنا شاكك إنه هي عم تخوني مع حدا، بس لما سألتها قالت إنه ما في حدا بحياتها غيره هو، وهو صدقها بس قرر إنه ياخد بريك لمدة معينة وبعدين بيرجعوا لبعض. وهي كمان خبرته إنه هي كتير بتحبه وما فيها تتخلى عنه، وبدهن يحافظوا على هي العيلة لأنه عندهن بنت. بعدها جورج بلش يبكي ويقول أنا بحبها كتير، مستحيل أعمل لها أي شيء، وأنا ما كنت متخيل إنه بيوم وليلة تروح مني بهذا الشكل. خبر المحقق إنه بالوقت يلي انقتلت فيه شونا هو كان عنده مناوبة بقسم الإطفاء، وزملائه بالشغل كانوا تقريباً 35 رجل إطفاء، قالوا جورج هذا الإنسان كان مناوب معانا وهو إنسان جداً منيح، يعني مستحيل يعمل هي الجريمة. يعني الكل شهد بأخلاقه القيمة وخصوصاً حبه لزوجته. هلأ رح أحكي لكم شوي عن جورج وشونا. جورج رجال كتير ذكي وشاطر بشغله، وهو لاعب كرة قدم جداً ممتاز، ودخل بالأكاديمية العسكرية ودرس هندسة عمارة. ساعد ببناء كتير من المستشفيات، المدارس للفقراء، وبيحب يساعد الناس كتير. بس بالآخر اكتشف إنه هو ما بيحب الهندسة، فقرر إنه يصير رجل إطفاء، فترك الهندسة ودرس بالأكاديمية الخاصة بالإطفاء، وتعين ضابط بمركز الإطفاء المحلي. كل زملائه بالشغل قالوا إنه هذا الشخص جداً محترم وإحنا منحترمه لأنه منشوفه بطل. أما شونا كانت تشتغل نادلة بكازينو لأكثر من 10 سنين، وهي بنت جداً جميلة وجذابة ونشيطة، وبتهتم بمظهرها كتير، عندها شخصية قوية مستقلة. كل زملائها بالشغل كانوا بيحبوها، وقالوا للمحقق دان إنه في زباين كتير بيجوا على المحل بس لحتى يشوفوها، لأنه غير إنه هاي الإنسانة جميلة كمان لطيفة وطيبة كتير. الصورة الجميلة يلي كانت مرسومة لهاي العائلة إنهن عائلة سعيدة مستقرة خلتهن يصرفوا النظر عنه لجورج، وهون حاولوا يعرفوا إذا شونا كانت بعلاقة سرية، بس للأسف ما في أي معلومة مفيدة. بالآخر وصلوا لتقرير، هذا التقرير قدمته شونا للشرطة قبل أسبوع بس من وفاتها. هلأ تقرير شونا ذكر إنه كانت راجعة من الشغل بالليل، حست إنه في حدا بالبيت عم بيراقبها، ولما بلشت تدور بالبيت انتبهت إنه في حدا مستخدم مكياجه. لقيت بالغسالة كمان ملابس، وهي الملابس لا لملابسها ولا ملابس زوجها، ولاحظت إنه في حدا شارب من مشروب موجود بالثلاجة وتارك المشروب والكاسة
بالمطبخ. هذا غير انه الشخص اللي كان موجود بالبيت كمان سارق خاتم زواجها الموجود بالخزانة. فهون شونا حست انه ممكن يكون في حدا غريب فات على البيت، فورا اتصلت بجورج لانه جورج بهداك الوقت كان اخذ بنته طالع هو وياها. قالت له انت اجيت على البيت بغيابي؟ قالها لا انا ما اجيت اساسا، خصوصا انه كمان بهديك الفترة كانت منفصلة هي وزوجها، يعني مين اللي راح؟ يعني ممكن يكون في شخص مهووس فيها كان عم بيراقبها، وبعدين هو هذا الشخص يلي قتلها. بس يا ترى كيف رح يعرفوا مين هذا الشخص؟ بدأوا من الكازينو يلي بتشتغل فيه شونا، وسألوا زملائها إذا لاحظوا عنها أي شيء، يعني إذا قالت لهم أي معلومة ممكن هي المعلومة تفيدهم. غير هيك كمان سألوا رفقاتها إذا هي على علاقة بشخص تاني أو متخانقة مع شي شخص. هلأ أصدقائها بالشغل قالوا إنه في كتير ناس بيجوا على الكازينو كل يوم، في أشخاص بيجوا بشكل يومي وفي أشخاص ما بيجوا إلا لفترات جدا بعيدة، إحنا من وين بدنا نعرف؟ وكمان هن ما انتبهوا عليها إذا في شي مشبوه أو هي متوترة أو في شي قلقة، يعني كانت جدا طبيعية بآخر فترة. تسجيلات الكاميرا بعد شوي طلعت على الشارع، والغريب انها كانت صافي سيارتها بمكان مختلف عن الباركينج المخصص للموظفين، لهيك الكاميرات ما قدرت تشوفها وهي عم تركب بالسيارة. خلال هذا الفيديو كمان ما كان في شخص عم بيراقبها لا من بعيد ولا من قريب، وحتى ما في حدا حكى معها. طبعا المحقق ضلوا عم بفكر يعني مين الشخص يلي تخلص منه، لانه ما في اي دليل لا بالبيت ولا بكاميرات المراقبة. هيك ليوم ما وصل اتصال للمحقق دان، وهذا الاتصال بيقول انه انا حابب قلك يا محقق عن كل شيء بخصوص الامرأة المقتولة ببيتها يلي اسمها شونا، وهي ماتت مقتولة بالمطرقة. أول ما المحقق دان سمع كلمة مطرقة استغرب كتير، لأنه ما في حدا بيعرف إنه شونا ماتت بالمطرقة. ففورا طلب من هذا الشخص إنه أنا بدي التقي فيك ضروري بأي مكان أنت بتطلبه وبترتاح فيه. هذا الشخص وافق، وفعلا المحقق دان جهز حاله وراح لحتى يشوفه. لما قابله بلش يقله انه انا بعرف واحد مشرد معروف باسم جري هاوند. فمن كم يوم اجى لعندي هذا الشخص جري هاوند بالليل لنسهر انا وياه، وضله يشرب لسكر، ولما سكر حكى انه هو قتل شونا بالمطرقة. فلما المحقق دان سمع هذا الكلام فورا طلب من هذا الشخص يكتب له المكان يلي ممكن يلاقي فيه جري هاوند، بس هذا الشخص ما كتب له المكان او ما قال له وين ممكن يكون متواجد، قال له ما في داعي اكتب لك، امشي روح معي هلا. وفعلا بعد ما وصلوا على المكان بعد كم ساعة اجا جري هاوند على هذا المكان الموجود فيه المحقق دان. المحقق اول ما شاف هذا الشخص كان مبين عليه انه هذا الانسان محترم ومنيح، فقرر انه ما يمسكه فورا، فقرب منه وسلم عليه بالأول. قال له أنا المحقق دان ممكن أحكي معك شوي؟ فهون جري هاوند توتر شوي وخاف. المحقق وهو عم بيسلم عليه لاحظ إنه جري هاوند حاطط سكينة بجيبته. المحقق سأله إذا معه أي سلاح، جاوبه إنه إيه مزبوط أنا معي سلاح اللي هو السكينة، وفورا أعطاها للمحقق. بعدين المحقق طلب إنه يفتشه وهو وافق بكل رحابة صدر. لما فتشوا لقى معه كمية من الممنوعات، بس دان قال له انه انا ما رح اعتق لك مشان هاي الممنوعات، بس انا جاي لأحكي معك بموضوع تاني فينا نحكي فيه؟ فجري هاوند وافق وقال له تفضل. بالتحقيق تبين انه جري هاوند مجرم مشهور وعنده سجل جنائي. جري هاوند كان جدا فخور بالتاريخ اللي عنده، وعم بيحكي للمحقق
عن السرقات اللي كان يعملها وقديش هو سريع وبيقدر يهرب من الشرطة وبيضيعهم. وطلع اسمه الحقيقي لجري هاوند هو نويل. طبعا المحقق سأله إذا بيعرف عائلة جورج، فهون نويل قال له أكيد بعرفهم، هدول أصدقائي، وخصوصا أنه أنا بحب كتير بنتهم الصغيرة، بقعد معاها وبلعب معاها، يعني كل شي طبيعي كأنهم عيلتي. وبدأ هون نويل يحكي تفاصيل دقيقة عن هاي العائلة. لما المحقق سأله هلأ عن شونا، فقال له شونا، شونا هاي الامرأة اللطيفة الجميلة يلي ما في من بعدها. بس هون المحقق لما رجع سأله انه شو علاقتك انت بمقتلها، فهون قال له نويل انه انا ما إلي اي علاقة بمقتلها، وقال له انا اساسا كتير زعلان انها ماتت بهذا الشكل. طبعا الشرطة ما كانت مصدقة كلامه، لانه كيف معقول تكون هاي العائلة بتسمح لشخص يكون عنده تاريخ اجرامي يقرب منهم بهذا الشكل، وخصوصا من بنتهم الصغيرة، لانه اغلب الناس كانوا بيعرفوا انه هذا الشخص عنده سجل جنائي، بس ما كان كتير خطير، يعني كان بس بيسرق. لحتى يتأكدوا من كلامه لنويل قرروا انهم يسألوا جورج، وبالفعل لما سألوا جورج قال نويل هذا صديق العائلة وبيحترم شونا كتير وبيحبها، وكمان هو شخص كتير محترم حتى شونا بتحترمه، فمستحيل يكون نويل له علاقة بمقتل زوجته. بعد هذا الاستجواب الشرطة قررت تفتش المكان يلي عايش فيه نويل. لو بتعرفوا نويل وين عايش، عايش بخيمة موجودة بصحراء كبيرة، وبالبحث بهي الصحراء أكيد رح ياخد وقت طويل. هلأ قبل ما يدوروا بالصحراء فورا راحوا على الخيمة اللي ساكن فيها نويل، لقوا بهي الخيمة أقنعة وكفوف سودا وشرط سباحة. الواضح إنه شرط السباحة هاد نسائي، وتبين فيما بعد إنه الشرط هاد راجع لشونا. كمان موجود جوات الخيمة مطرقة ضخمة، وكمان في بنطلون جينز في عليه آثار للدم. وبعد الفحص هذا البنطلون تبين انه الدم الموجود عليه هو راجع لشونا. كل هاي الأدلة، المحقق واجه نويل بالأدلة اللي معه، وهون نويل اعترف، قال جورج هو يلي خدعه. ولما سأله المحقق انت عن شو عم تحكي، شو قصدك بانه جورج هو خدعك، نويل قال له مزبوط انا قتلت شونا، بس جورج هو يلي طلب مني اني اتخلص منه، خصوصا انه جورج، شوفوا قديش ندري يا جماعة، ضل اشهر يقنعه لنويل انه يقتل مرته. قال له شونا عم تخوني، واكيد رح تطلب الطلاق مع الوقت، ورح تاخد نص املاكي وحضانة بنتي كمان. فنويل هون ادعى انه جورج عطاه بس 600 دولار مقابل انه يقتلها لشونا، ووعده انه بس يخلص هاي المهمة رح يعطيه مبلغ اكبر من هيك بكتير. وجورج هو اللي خطط لكل شيء واعطاه المطرقة والكفوف والقناع ومفتاح البيت كمان. بس المحقق ما كان عارف اذا في يصدق نويل بهذا الكلام ولا لا، لهيك قرر انه يسأل اختل شونا عن علاقة جورج وشونا باخر فترة. هون اختل شونا خبرتهم بالحقيقة الصادمة، قالت لهم انه من حوالي السنة تقريبا جورج صار يعامل شونا بقسوة رهيبة، ويصرخ بوشه ويقل انا بكرهك وبطلت طايقك، والاثنين بلشوا يتخانقوا مع بعض. وغالبا اساسا لما بيكونوا الاثنين بالبيت بيتخانقوا حتى قدام بنتهم الصغيرة. مرة من المرات كان معصب كتير على شونا، وما كانت بتعرف ليش معصب عليها. فجأة حط ايده على رقبتها لشونا وحاول انه يخنقها قدام بنتها. بنتهم طبعا عمرها 5 سنين ما عارفة شو عم بيصير. هلأ شونا كانت مو قادرة تدافع عن حالها بهديك المرحلة، لأنها بنت ناعمة ومو قادرة تبعد هذا الشخص الشرير عنها. فهون جورج حس على حاله انه هو رح يقتلها لشونا، فتركها وطلع برات البيت. هون المحقق قال له طيب شو بتعرفي عن نويل؟ قالت له شونا خبرتها انه جورج مرافق واحد مشرد، وهذا المشرد عم بيجيبه على البيت ويسهر هو وياه ويشربوا للصبح، واحيانا بخلي بنتهم الصغيره معهم. وشونا ما كانت تحب هاي الطريقه، يعني ليش لتجيب واحد مشرد على بيتنا وكمان تدخله على حياه بنتي الصغيره؟ بس كل هذا الكلام ما كان دليل على انه جورج له علاقه بهي الجريمه، لحد ما الشرطه لقت فيديو بكاميرات المراقبه. يلي صار انه نويل لما قال لهم جورج ساعدني واشترى لي الاغراض، قالوا له طيب انتم من وين اشتريتوا هاي الاغراض؟
نويل قال لهم من وين اشتروهن وشافوا كاميرات المراقبة، شافوا إنه جورج كان فعلا مع نويل. تخلي جورج يتوتر ويخاف، وبهي الطريقة إذا كان إله علاقة بهي الجريمة ممكن يعمل شي خطأ أو تصرف غبي ويكشف حاله. بلشوا بمراقبة تليفونه. المحقق اللي اسمه دان راح على بيت أهله لجورج لحتى يسأل عن جورج. هون أمه وإخته لجورج بلشوا يقولوا للمحقق إنه جورج إنسان كتير منيح، بيساعد الناس وقلبه أبيض ومستحيل يأذي حدا. بس هون بعد ما خلصوا حكي المحقق قال لهم إنه أكيد ابنكم منيح بس أنا مشتبه فيه ورح اعتقله. وبمجرد ما طلع المحقق من البيت أخته لجورج اتصلت بجورج وخبرته بكلام المحقق. ولما خبرته بكلامه كان هو طبعا جورج عم بيسوق السيارة وفورا بات بحيط اسمنتي، يعني عمل حادث لأنه خلص عرف أنه القصة انكشفت والصورة الحلوة اللي كان رسمها بعقل أهله وعقل الناس اللي بيعرفوه اهتزت، فقرر أنه ينهي حياته وفات بهذا الحيط الاسمنتي. بس الإسعاف قدرت إنها تلحقه وضلوا عايش وأسعفوه على المستشفى، والشرطة بالمستشفى ألقت القبض عليه. وبالمحكمة شهد نويل ضد جورج واعترف بكل شيء عمله، وبالنهاية تم الحكم على نويل بالسجن المؤبد بدال الإعدام لأنه اعترف، وتم الحكم على جورج بالسجن لمدى الحياة. تم الحكم على جورج بالسجن المؤبد لأنه هو كان المحرض بهي الجريمة. بالنهاية لا تنسوا تكتبوا لي رأيكم بخصوص القضية الأولى والقضية الثانية. بخصوص القضية الثانية أنا ما بقول غير العشرة ما بتهون إلا على ابن الحرام. دمتم سالمين وهلأ بترككم مع أجمل 10 تعليقات.